اهلا خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. المهم خوتي، انا خارجه غادي دابا لحومتي القديمه وغادي ندير لكم دويره معايا وغادي تشوفوني، وهذا اول ظهور ليا في القناه ديالي انا والاطفال ديالي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، كنتمنى تشجعوني بزاف، وكنحماق عليكم خوتي متنساونيش. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي، هانين. انا جبتكم معايا لحومتي القديمه، انا غنوريكم براكتنا اللي طيبات. اول ظهور ليا انا والوليدات ديالي في القناه. ها هو ياسير، اش مال هذه خوتي وحبابي؟ هذه هي حومتي، هنا فين كبرت، هنا فين تربيت. نوريكم البراكه ديالنا، ها نتوما، ها هي يا هذه فين مريبه. ما عرفتش اخوتي هاد العصا تسيل في مالها. نزيرها صافي. هي هذه حومتي، راه هي براكتنا، هي هذه فين ريبنا. وهادو هما وليداتي. أميرة قولي باي باي. باي. ياسير راه رايان، رايان حشمان قال لي ما نبانش كاع. وهانتوما خوتي بحال هكا من نبقاو نديرو شي خريجة راه غادي نصور معاكم، ولكن من غنكون نعطيكم غي بحال هكا شي لعيبة ديال شي وصفة ولا شي حاجة، ما كاينلاش، كنحشم ما كنقدرش نبان، مازال بحال هكا ماشي مشكلة. ودابا حتى العصا التسليفي ما مساعدانيش، لان ديك ديال داك السلك ما مخاشياش، يعني خاصني نوصل عندي التليفون عاد نحبس الا بغيت نحبس الفيديو، فهمتوا؟ ايوا انا بينت لكم داكشي اللي قلتو. المهم انا جبتكم لحومتي وبراركنا، هما اللي طريبوا. يلا زيدوا زيدوا واحد شويه، نمشي وحده الشجره. يلا سيروا من لهيا. المهم اخوتي انا بنت ليكم كيف ما طلبتوا، غير ملي نكون نعطيكم وصفه ولا شي حاجه ما كاينلاش نبان، ولكن ان شاء الله نبقاو نديرو فلوكات ونبقاو نديرو خريجات ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها نتوما شوفوني مزيان ابنتي، وسمحوا لي انا راه ما جبتكمش خريجه معايا زوينه، جبتكم غير المكان ديالي والحومتي جيت نطلع عليها، هذا الشيء اللي كاين. ما تقلقوش عليا احبابي وتقولوا لي جبتينا غير الوسخ ولا شفنا غير داكشي موسخ، هذه هي حياتي هنا فين عشت. وبغيت نوريكم براكتنا وزنيقتنا، هذه الزنقه ديالنا اللي كنت صراحه اشتقيتها بزاف، وخصوصا من غيوصل رمضان تما فين غيكون المشكل عندي. ها انتم هذه زنقتنا، هذه الزنيقه صغيوره، ها انتم اش كيبان لكم داكشي؟ ها انتم هذه الزنيقه، هاي باب حدا باب بلاتي نقادوها. هانتوما هاهي الزنيقة، غير واحد ميترو الزنيقة فيها ميترو. وهنايا هاد الشجرة ديال كانت عند واحد جيراننا وسط براكتهم، وسط العشيشة ديالهم، في العشيشة ماشي البراكة، البراكة بوحدها والعشة بوحدها. من نقول لكم العشة راه بحال اللي كنت دايرة أنايا حدا الدار، يعني عشيشة مصايبة غير بالقص دايرة وداك الشي، والبراكة مبنية بحال هكا. هانتوما البراكة هادو دابا بقى حانوت، هادو ها هما كتكون مبنيه بالطوب، غير هي ما كاينش الاس، زعما ما ماشي داك، ماشي مسقفه تلفت والله الا تلفت، ما مسقفاش زعما بالطاله. وراه هي بلايصتنا حنا، هذاك الشيء اللي كيبان لكم رايب هذاك هو ديالنا تما فين كانت براكتي. المهم اول فيديو ليا جبتكم معايا لحومتي، هذا الشيء اللي كاين. وتوحشت انا بزاف، وقلت علاش لا ما نجيبش المتتبعين ديالي، واخا راه ما كاينش شي منظر زوين، ما كاينش هالسوق، شفتوا ها الزنقه، شتي هذه زنيقتنا هنا فين كنت كنضل نقز ونضل نجري، والسوق ديالنا هو هذا. هانتوما هما يبانوا لكم، بان لكم شي حاجه منهم، يعني دوك اللي كيبيعوا الورد، وعاد لداخل فين كاين الخضره وداك الشيء. ايوا هذا مكان اخوتي، قبلوا على اختكم. ها هو ياسير، ياسير قول شي حاجه للمتتبعين ديال ماماك، قول لهم شي حاجه. ها قول لهم شي حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم، كيدير؟ لاباس.
تي هشام ياسر تيقول لكم السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ ايوا ماماكم راه طلقات شويه قدام الكاميرا وكنحماق عليكم اخوتي بزاف، والله كنتسطى عليكم الصراحه الله، ومتابعيني وداعميني ان شاء الله نبقى ندير لكم خريجات زوينين. المهم هذه كانت بدايه بالحق في هذيك البلاصه فين ساكنه انا. لا لا يديو لي التليفون اخوتي، ما يعقلوش عليا تما كاينين، ما نقولش لكم ماشي بحال هنا. حنا هنا كنا في البرارك وكانت الدنيا هانيه الحمد لله، انا دابا كنصور مطلوقه وحومتي والدراري حومتي كل شيء مزيان الله يعمرها دار. اما فهاد البلاصه فين سكنت صعيب الحال، وش نقول لكم فيهم الناس خايبين، عرفتي الا جبتي غير تهضر في التليفون يطيروه لك ما يعقلوش عليك. المهم اخوتي قبلوا عليا، قبلوا على المناظر الخلابه قبلوا قبلوا شو هاو ما غادي شو 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 مني تي 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 تنقزوا شتيهم، شوفوهم يا خوتي شوفوا اش تيديروا يا سير راجلك دارك وفين غادي؟ اجي انتي اجي اجي توحشو حومتهم توحشوها شو منين دايزين من وسط الحجر دابا بقى هذاك الحجر دابا ينقيو وغيبنيو العمارات وشو شنو غيديروا. ايوا هذا مكان دايم الله، شنقولوا حنا راه الانسان كيموت كاع ماشي غا كيتحول، حنا راه كنموتوا كاع ماشي كنتحولوا، هذا الشيء راه مكتاب. فين غاديين انتم؟ ها شداكم الكاميرا انتم غادي مخبي راهي مخبي بياسر. يلا حيدو من تما، اجيو لهنا اجيو لهنا اجي فين غادي تما دابا تهرس وخوك رجليه ضاره. زيد اجي اجي يا ياسر زيد اجي شتي اول ظهور ليا خوتي قبلوا عليا، انا باقا شويه فيها الحشمه الحشمه قول لي باينه الحشمه على وجه الطراح لا لا والله خوتي كنحشم وحق الله الله الا كنحشم حبابي وخوتي والناس العزاز. ممكن هذا هو اول فلوق لينا اول فلوق تاع بريك درناه فلوق زوين. نوض نوض من الارض نوض من الارض شتو ولادي راه موالفين هاد القنت، كنت تشوفوا شنو كانوا تيديروا دابا ما كيخرجوش نهائيا انا خوتي والو، تحرموا مساكن من الزنقه والله ما كيشوفوها كيف دايره نهائيا. شوفوا 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 المناظر انتم راه مول الحانوت سليمان ورا ايوا على حومتنا الزوينه شتوها هادي يا حومتي، وصراحة زوينة 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 بزاف وناسها زوينين الله يعمرها سلعة، كلهم ناس ظريفين وعشنا فيها أحلى الأوقات وأحلى الأيام، وكنا ما حاسينش زعما بحال اللي ساكنين حنا في البرارك، يعني كنا الحمد لله بخير وعلى خير. لقيت اللي كبرت أنا وهادي الحمد لله من عولت على راسي وليت بخير اللهم لك الحمد، تلبس مزيان تناكل مزيان أبار داكشي ديال الطفولة أنتم عارفين، يعني كما عاودت لكم كان والدي أنا كبار وداكشي. أما من كبرت أنا الحمد لله اللهم لك الحمد، الحاجة المخيرة كنشريوها كناكلوها وبخير زعما ما ناقصنا حتى شي حاجة خوتي والله العظيم، يعني كنا كن اي حاجه عندنا موفره لينا في البريريك، عندنا كلشي ثلاجه بحال الناس فران كلشي 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 اي حاجه كانت عندنا زعما كاع الحاجيات اللي كنحتاجو كانوا عندنا وكنا بخير ما كناش ناقصنا شي حاجه الحمد لله. المهم كانت هادي هي حومتي، وكان هذا هو الفلوق اول فلوق واول ظهور ليا انا وليداتي. هيا اميره اميره قولي السلام قولي السلام ديري قولي السلام يلا هضري هضري مع الناس. ها سلام قولوا لاباس عليكم بخير ما تنساوناش بجيم ديري هكا تنساوناش بجيم ديما جيم وبارطاج وتهلاو فراسكم وباي باي عليكم، وكنحماق عليكم بزاف بزاف اخوتي على المسانده ديالكم والدعم ديالكم، وما نساش خيركم مدى الحياه وربي هو اللي غادي يجازيكم وباي باي عليكم.